كاب اف ام الكلمه ليك. انذي ميم كني دي تونس جي ابخي اون مور ريفليكسيون اي باري حكينا برشا بنات. والله شوف قعدت برشا نفكر لان في اقل الوقت فانا قلت يزيني بالتحزب وثم مشكله في التحزب هي. ثم اقتنعت ما ثماش سياسه بدون تحزب. اللي يحب يمارس السياسه ويبني معناها مش يقعد نبار معناها فهمت يتحزب لان دكتور هذه السياسه على وزن السياحه زعما السياحه السياسيه. لا السياحه لا انا بالعكس ما جي با شانجي دو كار معناها فهمت با فري معناها ما انا مشيت في النهضه. لا كنت في الجمهوري وليت في انا كنت في حزب موجود في الاتحاد الناجي لتونس من الناس اللي نعتبر روحي لعب دور كبير في التقارب بين نداء تونس والجمهوري. ثم انا في اخر المطاف نعتبر انا الجمهوري ونداء تونس وافاق والتكتل والتحالف هذه كلهم نفس العائله فهمت. المشكله هي مساله اذا ربما بعض اذا الحساسيات الشخصيه وبعض الحساسيات الشخصيه اذا قدرنا ان نتوحد في حزب كبير اذا ديمقراطي ذو بعد اجتماعي. نداء تونس نعرف لا فيه بعض اذا الاشكاليات هو حزب كبير تولد فيزا كبر فيزا عنده دي كونفيلسيون تتطور هنالك مشروع ما نعرفش المشروع عليه مش عارفش نتصوره مش ينجح. هنالك مشروع لبناء حزب كبير ديمقراطي اجتماعي يسترد الى اذا ربما التراث البرجيبي مش البرجيبي انت سنوات 65 اذا بناء البرجيبي الجديد. هنالك مشروع فيه ناس كافيين فيه قياده سياسيه متميزه تنشوفوا فهمت كما قال ابراهيم لانكولون تعرف الكلمه كي جاوه معناها هكا جماعه مثل يحبوا العبيد قال لهم انا ما نعرفش روحي وين مشيت اما جو سي كو زيت فيني انتم انتهيتم. انا بالنسبه لي انا الانسان اللي يحب يقعد في حانوت ومسكر عليه ومع اربع اصدقاء وهو زعيم انتهى. اليوم اما نبنيه قوه كبيره حداثيه تبني وتتداول السلطه مع حركه النهضه لان حركه النهضه هي حزب محافظ هو حزب الترا ليبرالي هو حزب ما يؤمنش بالدوله الاجتماعيه هو حزب اذا ما يؤمنش بدور الدوله في بناء اذا المجتمعات اذا هو بالعكس حزب يهدف الى اضعاف الدوله الى حساب الجامعات الخيريه والجامعات الاهليه الى غير ذلك. اذا هنالك مشاريع مختلفه. انا بالنسبه لي هناك امكانيه بناء الحزب اذا الديمقراطي الاجتماعي مش دخل تونس في المرحله الثالثه لان المرحله الاولى هي مرحله بناء الدوله وتعرف عاد برجيبات الحيط القبل والوسخ والبناء. المرحله الثانيه كانت مرحله اذا ربما بناء نوع جديد انتهت المرحله دي الثانيه. المرحله الثالثه هي مرحله اذا انا نسميها الرفاه اذا يعني لي ديفيدونت اللي يسميها بالفرنسوي لي ديفيدونت انت اذا الثروه يقع توزيعها بصفه اعدل ويعاد اذا مشروع البناء في 56 وهو المدرسه اللي تكون مصعد اجتماعي لان هذا المصعد تعطل ربما اعاده اذا سياسه سكن مثل ما تعمل في سنوات 60 ثم بدات اذا اذا نوع من التوازن الاجتماعي وتوزيع اذا اكثر عداله للثوره مع الحفاظ على اذا اقتصاد السوق. دكتور ناجي دكتور ناجي جلول هل انه نداء تونس حزب يساري؟ حزب يساري انا نصور حزب نداء تونس ما هوش انا بورقيبه انسان يساري بالنسبه لي هنا. انا نشد فيك سؤال نداء تونس دكتور مانيش عاكل ابو القيب هل انه نداء تونس حزب يميني او يساري؟ خد قلت النهضه حركه يمينيه هل انه نداء تونس حركه يساري مثلا؟ انا كان جيت لحزب يميني راه مشيت لصوفيا تعرف معناها انا وياك جايين من اليسار نعتبر نداء تونس هو مشروع حزب ديمقراطي اجتماعي سوسيال ديمقراطي اذا ذو طبيعه اجتماعيه هذا المشروع متاعي انا اللي جاي به نداء تونس نعتبر ان نداء تونس مش حزب ليبرالي على الاقل. يعني انت عندك مشروع داخل نداء تونس باش تعمل كورون كيما مثال لازهر عاكرمي قال نحب ناسس تيار. انا والله نزلت كي جيت نداء تونس معناها تجي ديريكت ناسس تيار معناها فهمت. انت تو قلت نداء تونس فيه اذا مجموعه من التيارات اما هنالك اتفاق على الاقل بالنسبه لزعيم من الحزب انا حكيت مع السي باجي البارح وقبل بنجي أن هنالك بناء الدولة الاجتماعية لكرة سوسيال
أنا على الأقل داخل تونس سوف أمثل هذه الحساسية إذا الاجتماعية. كاب أف إم الكلمة ليك.